أنا تعبت كتير ماما. طيب حبيبتي، هلأ خلينا نشوف هذا الشارع كمان وبعدين منقعد بشي مكان. طلعي هون في واحد. هذا للبيع حبيبتي، نحن عم ندور على أجار. ماما فهميني شو يعني بيع وشو يعني أجار؟ البيت اللي بيكون للبيع يعني منشتريه وبيصير لقلنا، بس هذا غالي كتير، وإذا كان للأجار بيكون لحدا تاني ونحن منقعد بهذا البيت ومندفع مصاري كل شهر، يعني الأجار أرخص لقلنا. يعني نحن ما معنا مصاري نشتري بيت ماما؟ صرنا فقرة؟ لا ما صرنا فقرة، بس من هلأ ورايح أنا اللي رح أصرف عليكي مو جدك، ورح نحاول نخبي مصارينا لبين ما أشتغل وطلع مصاري، يعني رح نصرف شوي شوي. فهمت عليكي. لا تزعلي، هذا الشيء كتير عادي، في كتير ناس عايشين بهي الطريقة. يلا تعي، هون في مكتب عقاري، خلينا نروح نسأله. طيب يلا شيل، دير بالك، خليك مثبته، ارفع لفوق شوي. أيوة يلا. عمالك ديرها شوي. تمام يلا ماشي. إيمان اليوم كانت كتير معصبة، الظاهر كمان ما حكوا مع بعض. أنا رايحة أشوف إيمان. ماشي خليني أنا أحاول أحكي معه. أستاذ ممكن أحكي معك شوي؟ بخصوص شو؟ بخصوص إيمان. لا بالله جد ليكو كيف وشها؟ مين هيك عامل بالصف؟ أنا عملت هيك. ليش شو صار؟ ما رضي يحكي معي، عم يتصرف كأني مو موجودة. بتعرفي شو قالي لما كان طالع؟ قالي روحي لعند فراس. كتير بضحك هالحكي ما هيك؟ أليف روحي لا توتريني أكتر من هيك. أنت مالك منتبهة؟ الأستاذ نزير مو ناوي ينفصل عنك. كيف؟ يعني إذا لساته عم يقلك روحي لعند فراس فهو عم يقول هيك لأنه غيران عليكي. ليش مزعلة حالك ما بعرف؟ إيه طبعاً. صحي شو صار اليوم مع البنات؟ الشرطة شو عم تعمل هون؟ دخيلك شو دخلنا؟ ليكونوا جايين ياخدوك انت. اها ليش؟ قالين قبل بكم يوم مهددته لفراس. لا هي صعبة شوي، ما نكون شايفين كيف وشها؟ مبين انه ابوها ضاربها، كيف بدها تشتكي علي؟ فيني ساعدكم بشي؟ عم ندور على شب. أنا بعرف على مين عم يدوروا أستاذ، جايين لهون مشان ياخدوا فراس. تعا ليكو هونيك. إيه هدول جايين. فراس شو؟ سيد فراس ممكن تجي معنا على المخفر، في شكوى مقدمة ضدك. إيمان إيمان إيمان
مو هذا صوت الأستاذ نزير؟ إيه. الشرطة أجت أخذت فراس، عامل معك شيء؟ لا، عنده مشكلة مع ألين، شو ممكن يعمل لي؟ ما بعرف، بس ما رح تطلعي لبرا؟ فراس ما بيهمني أبداً. هلأ قدرت تفهمني؟ أنا آسف. للحظة فكرتك ما رح تصدقني. إذا بدنا نكمل محل ما وقفنا، بدي علاقة صادقة أكتر. بس أنا طول الوقت كنت صادقة معك، أنت اللي قررت تصدق فراس. ما عم بقصد هالشي، قصدي إنك تكوني صادقة تجاه عيلتك وخاصة مع أبوك. كل اللي صار بيناتنا الكذب كان سببه، وإذا ما بدنا هالشي يرجع ينعاد، خلينا نكشف كل اللي عنا. فهمت. أصلاً أنا مليت كتير من الكذب. فراس مخبر الكل ما عدا بابا أني عم بدرس موسيقى. أخي وستي هلأ ما عم يحكوا معي، ومتأكدة إذا اعترفت لبابا رح تنحل مشاكلي مع الكل، رح قله كل شي. بس لازم نجهز حالنا، ما بعرف بابا شو ممكن يعمل. بركي ما صار لي خايفة منه، يمكن تكوني أنت مكبرة الموضوع. أنت ما بتعرفه إيمان. إذا بدك أنا مستعد كون معك لما تحكي له. لا لا، خلص نزير، أنا رح حل لحالي. هلا رايحة؟ هلا. الجو برد، مانك بردان عليه يا بيه؟ ما كنت منتبه. كيف كان السوق؟ ماشي الحال. تفضل، هدول يلي طلعناهم. لا تعطيني اياهم، صبري ابني حط لي اياهم بغرفتي. بعيوني علي يحيى بيك. الست أمينة وينها؟ راحت. مرحبا يا بنتي. أوه ست أمينة، ميت أهلا وسهلا. أهلين يا بنتي. أحمد هون شي؟ إيه فوق بمكتبه. إيه الله يخليكي، خديها خلينا نطلع لك. بعيوني. أحمد بيك؟ شوفي شو هاد؟ شنطاية أمك. مرحبا يا ابني. أمي؟ ما في مشاكل، كل شي تمام. ممتاز. لسا زعلانة مني؟ اي انا زعلانة منك ومن ايمان كمان. ليش انا شو عملت لك؟ انتو خجلتوني قدام نزار. بس هذا صار قبل ما تهددينا انك رح تزعلي منا. ليش انا لحقت احكي وبعدين صرتوا تتمسخروا علي؟ لا تتولدني شهيناز، نحن كنا مبسوطين لانك كنتي مبسوطة، مشان هيك كنا عم نمزح معك، هذا اللي صار. وانتي من وين عرفتي اني مبسوطة؟ مبين عليكي من عيونك. نظراتك هلأ هي نفس نظراتك لما كنتي تحكي لي عن نديم من زمان. ماتي، لا تخلطي هدول القصتين مع بعض. اسمحي لي، في فارق وحيد، إنه ما في ألم بعيونك.
أنا عن جد مبسوطة كتير مشانك. أنا حتى لساتني ما بعرفه. إيه بس الليلة عندك فرصة تتعرفي عليه. لساتني ماني عرفانة إذا أنا جاهزة خد هيك مغامرة ماتيلدا. شاهيناز أنتي متأخرة حتى. كل حدا فينا لما يصير عمره 28 سنة بيترك وراء قصص حب كتيرة وبيضل بقصة واحدة بس. أنتي اللي حبيتيه مانو معك هلأ وما في حدا غيره كمان. أنتي حابة تضلك عايشة وحيدة؟ برأيي إنك كتير جاهزة. أنتي بس حاسة بالخوف، خايفة على قلبك ينجرح. بس بتعرفي إنه هالمرة ما رح يصير هيك؟ هذا إحساسي. أنسى شاهيناز؟ أنتي فكري باللي قلت لك يا شاهيناز، أنا بمشي الشغل. إيه هي هون كمان، لازم تبلشي من هون. تمام فهمت. مرحبا جيداء. نديم؟ أهلين حبيبي، شو راجع بكير؟ اضطرينا نلغي آخر حصتين وصرفنا الأولاد. إذا ما عندك شي ممكن نحكي؟ في إلك عندي شوية أخبار. طيب، رح شوف الأكل وأرجع. شو هاد؟ هاي رسالة دعوة. دعوة لشو؟ من مدرسة جديدة انفتحت بفرنسا، بدهم ياني روح درس بهالمدرسة. كيف يعني؟ هن عارضين علي شي 8 أضعاف راتبي وبدهم ياني رد لهم خبر خلال شهر. منال، أنت وأنا لازم نقعد مع بعض وناخد هالقرار. أنا ماني عارفاني شو بدي أقول. حياتي هذا شغلك أنت. إذا برأيك إنه فيك تعيش بعيد عن أهلك وعن المكان اللي تربيت فيه، مستعدة إني روح معك لآخر الدنيا. شو فكرتي؟ في أمور كتير معقدة، فكرت وقررت إنه بكير فكر بهي الأمور. بس الوقت بيمرق بسرعة. أنتي منتبهة إنه شغلنا هون تقريباً خلاص؟ وعن قريب بيكون فينا نسلمه للفريق التنفيذي؟ أي منتبهة. تعودنا كتير على المكان، بس أنا مبسوطة مشانك. ليش؟ رح تعدي بالبيت فترة لبين ما ناخد شغل تاني، وهالشغلة رح تفرح مسعود. بقلك شغلة شاهيناز، أنا ماني حابة أقعد بالبيت، لأنه حتى لو بقيت فترة قصيرة بالبيت مسعود رح يتعود، وبهالحالة خايفة يصير بده ياني ما أنزل على الشغل أبدا. سيل فوبلي مون ديو، يا ريت يجينا شغل غير هاد فورا. ماتيلدا، أنتي شو عم تعملي؟ عم أدعي مشان يجينا شغل أحسن ما ينتهي زواجنا. لو رحنا لعند الخالة عايشة، يلا خلينا نطلع قبل ما نتأخر بسرعة، أحسن ما يتأخر الوقت وما تقدري تتعشي مع الشرطي. يلا تعي تعي. تفضل. مو هاد بيت علي يحيى بيك؟ ايه اخي، بشو فيني اخدمكم؟ جايبين اغراض الست هلكر اغلو. بس لحظة، خليني اعطيهم خبر. هذا البيت.
صبري، عندك علم في شاحنة برا؟ لا، هدول جايبين غراض. هلا عمو علي يحيى ما خبرنا، الظاهر كمان ما عنده علم. علي يحيى بيك، شوفي في برا سيارة نقل جايبين غراض هلا لهون. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. أنا علي يحيى بيك، السيد إسماعيل هو اللي بعت الأغراض ما هيك؟ إيه هو اللي بعتهم، وقال إنه حضرتك اللي رح تدفع لنا. أنا رح أدفع، تفضلوا. ساعدون شوي ولا تدخلوا الأغراض على البيت، حطوهم بالجنينة قدام البيت. ماشي. إيه شو رأيك؟ إذا عجبك هذا البيت مننتقل عليه. ايه مننتقي، انا حبيته. رح تكوني فرحانة فيه؟ ايه بفرح، حديقته ما لها حلوة مثل حديقة بيتنا، بس ماشي حاله. ماما لو انتقلنا على هذا البيت كمان رح نجيب كلب؟ ايه منجيب حبيبتي، لازمنا شي يحمينا لأنه لحالنا. بس اهم شي عنا هلأ هو كيف رح نخبر جدك بهالشي. يعطيك العافية نجلة. أهلا وسهلا فيك، تفضل فوق. وين مريانة؟ بالصالون عم تكتب، خبرها أنك إجيت. فايت لعندها، لا تاكلي هم. برهان ما انتبهت انك هون. يا روحي، لانك كنت شاردة ما طلعت صوت. في شغلات كتير مهمة لازم تكتبيها يعني؟ لا، بس اليوم اتضايقت من شغلة وكنت عم فكر فيها. شو هي؟ علي يحيى بيك، حسيته اليوم كتير بعيد عني. وبعدين حملت حالي وطلعت. بسبب ست مريانا؟ طبعا. لا، وفوق كل هاد كمان لما كنت طالعة من البيت ما حسيتها إلا واقفة بوشي. طبعا أنا ما حكيتها، ركبت بالسيرفيس بدون ما أطلع ورائي. أمي أنت شو بدك بهالمرأة؟ ليش متضايقة إذا أخي مهتم فيها؟ المخلوقة جارته وأبوها متوفي. الله يرحمه، بس وفاته صارت حجة ليلتقوا. ما بعرف شو عم بيصير بيناتهم بالضبط، بس أخوك طول الوقت عنده صبح ومساء. يلا أنت كمان دافع عن أخوك، قول معه حق. أمي أنت عم تتصرفي بطريقة غريبة، أخي رجال ومانه صغير، وبتعرفي عنيد كتير وما بيعمل إلا اللي براسه، ولازم تعرفي منيح أنه رح يعصب إذا حكيتي معه هيك قدام الكل. أنت ليش عم تتدخلي بحياته؟ عم قلك أخوك عشقان، ما عم تفهم؟ بالوقت اللي ما بيكون فيها عنده بيروح بيقعد بالورشة تبعه، وما بيطلع منه إلا وقت الأكل. مبين إنه باله مشغول فيها، هيك طول الوقت مسلطين. آخر فترة مو مهتم بشي غيره، يعني كل هاد وبدك ياني ما أحكي معه كمان؟ إيه، طيب لنفرض إنه عشان. شو اللي مدايقك أنتي؟ علي يحيى بشو عم يضرك؟ بدك تمشي على كيفك بعد هالعمر أمي؟ تركي، خلي يعمل اللي بده إياه. أنت بدك ياني أتركه مشان يجيب لي كنة تانية مثل فريال؟ في كم يوم بقيان بعمري وأنتوا رح تخلصوهم. عمي في زبون. ستي انت امتى اجيتي؟ اجت قبل شوي. تعال نور، تعال خليها تحكي لك. ما
مزرعة أبوك صارت مسلسل اجتماعي. خير شو القصة؟ جهز حالك، اليوم ببيتي رح يصير فيلم أكشن، ستك رح تقعد عندي. احكوا أنتو، رح أترككم، رح أحكي مع فريال من جوا وارجع. لوين؟ الو فريول، هذا انا. احكي بسرعه احمد، ما فيني اخذ واعطي معك، الماسك رح يخرب. اذا هيك ممتاز، يعني انا رح احكي وانت تسمعيني. اصلا نحن بهالفتره هيك عم نعمل، اذا متذكر نحن متزعلين من كم يوم. متذكر، بس يكون عندك علم اذا حبيتي ولا ما حبيتي انت صرتي هلا مضطره تحكي معي. ليش مضطره بقى؟ انا اذا ما سمحتك ما رح نرجع نحكي مع بعض. رح تضطري تحكي معي حياتي، لانك بالعاده بتحتاجي حدا تنقي عليه لما تكون امي قاعده عنا بالبيت. انت شو عم تقول احمد؟ عم اقول الف مبروك، امي جايه لعنا اليوم. شو؟ استنى، على مهلك على مهلك. ايوه يلا على مهلك اخي، يلا خدوها على مهلكم، حطوها هون. وين هي؟ تقريبا جايبين كل شي غراض كانوا بالبيت. والله انا ما فهمت كيف يلا. هيك صار اسماعيل، ليش باعت الغراض قبل ما تبلش المحكمه؟ بلكي عمو علي يحيى هيك قال له. لا مستحيل يعمل هيك شيء. تمام، خد هاي كمان، خد. يلا يا شباب ضبوا غراضكم. خلصتوا؟ ايه خلصنا. تفضل. شكرا، الله يعوض عليك، بخاطركم. مع السلامة. بابا، شو رح يصير بالغراض يلي هون؟ خليهم لترجع هلا. هادي اللي صار. سألتي نجلة شي؟ سألت عن اللي شفته، وهي كمان ما بتعرف، هي اجت لهون بكير. ممكن يكون عندهم مشكلة عائلية. أنا كمان هيك متوقعة، بس في إحساس جواتي عم يقلي إنه اللي صاير اليوم متعلق فيه. كيف يعني؟ أنت بتعرف إنه بآخر فترة علي يحيى بيك كان معي أغلب الوقت، وممكن يكون لفت انتباه اللي بالبيت. ايه؟ ما بعرف يا برهان، بس تفكيري كتير مشوش. تخيل اني خايفة اخسر الزلم اللي بحبه مع اني لساتني لهلأ ما بعرف عواطفه تجاهي. اصلا بسبب هذا الخوف منسمي هالشي حب. بس انت ولا مرة حبيت، شو عرفك بالحب؟ نسيتي انه انا جراح قلب؟ بعرف. تفضلوا. يسلموا رؤى. صحتين وهنا صبري. وانتو كمان. مرحبا يا جماعة. اهلين يا بنتي. لمين هاي الغراض؟ لهلا، اسماعيل بعدهم اليوم. انت ليش رجع كتير بكير؟ طلعت بكير، اخذت قراري رح احكي لبابا، رح روح قل له اني عم بدرس بمعهد الموسيقى. وينه؟ ليكو بورشته. لك ايمان؟ بابا ليش راجع بكير اليوم؟ إذا عندك وقت حابة أحكي معك بموضوع. إذا بدك تعملي مثل أخوك وستك وتحكي معي بخصوص الست مريانا،
فأنا ماني مستعد أسمع شيء. عم نعمل واجبنا مع المخلوقة، عملوا منا قصة. لا الموضوع مانو متعلق بحياتك، بدي أحكي معك بشغلة متعلقة بحياتي أنا. أنا أنا ما رح صير دكتورة مثل المفكر. كيف؟ ما قلت لك الحقيقة من قبل لأني كنت خايفة منك. لما كنت بكلية الطب ولما قطعت السنة الأولى تركت الكلية، انتقلت على معهد الموسيقى. إيمان أنا ما عم بمزح بابا، قول اللي بدك يا عني وعمل اللي بدك يا، ما رح اتضايق منك لأني كذبت عليك، بس بنفس الوقت بديك تتفهمني كمان. بابا هي حياتي، ما فيني صير دكتورة لأنك بدك هالشي. بابا حرام عليك تعملي هيك فيني. بابا أنا أسفة. روحي من وجهي. بابا روحي. بابا روحي. بابا مشو عم أغلط مع الولاد؟ ليش لحتى أولادي يعملوا فيني هيك طول الوقت؟ مشو غلطت؟ مفاجأة، نحن اجينا. اهلا وسهلا يا بنات، تفضلوا فوتوا. خالي عايشة انتي مريضة شي؟ ماني عارفان ايش بني، حرارتي طبيعية وماني مقربة وماني تعبانة، بس ماني حابة اعمل شي اليوم، حابة ضل متسطحة، بس أحياناً بحس حالي رح اختنق، ماني فهماني ليش. خالتي من إمتى وأنتي عم تحسي بهالشي؟ صار لي كذا يوم. ليش ما اتصلتي فيني من قبل وخبرتيني؟ قومي خلينا نروح على شي دكتور. إيه يلا. طولي بالك ما فيني شي، على الأغلب بيكون شوية تعب، ما في داعي للقلق، إذا ارتحت رح خالتي تحسن. ما بيصير تهملي حالك، يلا قومي بسرعة. يلا لشوف ما في شي. يلا خالتي بترجاكي. والله إذا ارتحت أكيد رح أتحسن. خلاص خالتي يلا البسي. خلاص ما في داعي. Thank you.
والله النار شاعله بقلبي. جودات، مسعود، واحد منكم يروح لعند علي يحيى بيك والتاني لعند إيمان وشوفوا شو صاير معهم، لا تضلوا قاعدين. ما حدا بيقدر يروح لعند بابا بهيك وقت، وحتى إيمان ما فيني أحكي معها هلأ. وأنا ما راح أتدخل، ما بيصير نحن نتدخل بين الأب وبنته. الله يمضي هاليوم على خير، والله العظيم تعبنا من المشاكل. نحن رجعنا. يا روح خالك. هلا كنا عم نستناكي، طلعي لهنيك. من امتى هون هدول الغراض؟ ما صار لهم ساعة جايبينه. طيب بابا شافهم شي؟ طبعا شافهم بنتي، هو اللي دفع للشباب يلي جابوه. وهو اتصل باسماعيل شي؟ لا، ونحن ما فهمنا ليش جابوا هالغراض، وما منعرف أبوكي عنده علم ولا لا، ولا أنتي هيك بديك؟ بابا بيورشته ما هيك؟ ايه؟ لأنه غراضنا اجوا لهون، ما رح ننتقل لمحل تاني ماما؟ تيماء؟ بابا الظاهر انه ما عندي ولا ولد، ما انه مخبي عني شي يا بنتي. انا بدك تعيشي لحالك. انا بعرف بهالشي من لما رح تجيب تيماء من عند اسماعيل، استنيتك لحتى تحكي لي، بس انتي ما حكيتي شي. انتي واختك ايمان بدكن تنقصوا من عمر سنين. أنا حاطت حياتي تحت تصرفكم مشان تعملوا هيك. شو الغلط الكبير اللي عملته بحياتي لحتى طلعت العيلة هيك؟ حتى كل ولادي يخططوا لحياتهم من وراي ويخبصوا طول الوقت بالسر عني. أنا وبهالعمر ولحالي اخترت إني أكون أب وأم لأولادي بنفس الوقت. هلأ أنا من شان هدول الأولاد كل مرة وأنا رايح لعند جارتي بحس حالي عم بغلط وضميري عم يعذبني. حكي لك شي كلمة يا بنتي. شو بدك يعني أحكي بابا؟ مزبوط أنا خبيت عليك شوية شغلات، خبيت عليك إنه إسماعيل عم يشرب، وخبيت عليك إنه إسماعيل كان يضربني، بس عملت هيك لأنك أنت اللي جوزتني إياه. يعني الحق علي. بابا اسمعني للآخر، أنت ولا مرة واحدة سألتني إذا أنا مبسوطة أو إذا أنا بحبه لجوزي، وكنت عم تصرف علينا ومفكر إنه هذا واجبك كأب، بس أنت ما سألتني ولا مرة شو بدي منك غير المصاري. يعني الحق علي. نحن اضطرينا بابا، اضطرينا انه نعيش الحياة اللي انت بتلاقيها مناسبة اكتر لإلنا، لانه انت خلقت وربيت بضيعة، النسوان فيها ما بيختاروا ازواجهم، منشان هيك ما تركتنا نحن اللي نختار. وبعدين شو اللي صار؟ واحدة من هاي العيلة اعترضت على هاي الشغلة، شاهيناز، حملت حالها وراحت ومن خوفك علي مشان أنا كمان ما روح جوزتني لإسماعيل اللي ما كنا نشوف وشه عنا بالبيت إلا من العيد للعيد، وتوقعتني إني أكون مبسوطة معه، بس أنا ما كنت مبسوطة بابا. مزبوط عم خبي عليك شوية شغلات، أول شي بعت البيت، وتاني شي إني بدي أعيش لحالي، وإني عم دور على بيت غير هذا البيت. خبيت لأني خايفة، مثلي مثل إيمان خبينا لأنه منخاف تعصب علينا وتاخد على خاطرك منا، منشان هيك نحنا ما كنا نقدر نحكي لك ولا سر بيتعلق بحياتنا. كل ما كنا عم نحاول نحل المشاكل اللي كنا مخبينا عنك،
ومنحلها لحالنا من دون ما نسترجي نقول لك شي عنها. وهلأ فتح عيونك منيح وطلع على اللوحة اللي رسمتها لعائلتنا من لما كنا صغار. كل ولادك بهي اللوحة وانت من وقتها لهلأ ما بتعرف عنهم أي شي، لأنه نحن أي شي خبيناه عنك انت اللي أجبرتنا نخبيه بابا. هلا بكفي بكفي بكفي، امشي امشي. هلا مسعود نادي لأيمان. شوفي بابا، روح نادي لها. رؤى صبري خدوا تيماء خليها تلعب بالحديقة. تعي معي تيماء، خلينا نلعب شوي. يلا امشي. نحن كمان نروح على يحيى بيك؟ خليكم، أنا ما عندي أي شيء مخبى عنكم. إيمان؟ إيمان؟ شو بدك مسعود؟ نزلي بابا بده ياكي. بده ياني؟ ليش؟ ما بعرف. ست مريانا؟ ست مريانا ممكن روح على البيت شوي؟ طبعا روحي، في شي مشكلة؟ على الأغلب. طيب يلا روحي. يسلموا. جودة تعطيني مفاتيح السيارة. استنى علي يحيى بي طالع معه. بابا لوي؟ ما في داعي تستنوني على العشاء. يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك. شو رجعتوا تشتغلوا هون؟ أنتوا مو على أساس وعدتونا أنكم ما عاد تشتغلوا بشغلة مسح إزاز السيارات؟ نحن ما عاد مسحنا إزاز، هلأ صرنا عم نشتغل بدهون. والله ما عم أكذب عليك. والله العظيم عم يقول الصدق يا سيدي، من زمان ما عاد مسحنا إزاز. عمو نزار طلبنا مشان هيك إجينا. نزار طلبكم؟ إمتى؟ ظهريات إجا لعنا على الحارة وطلب منا نساعده. إيه وأنا شو رح أعمل هلأ؟ إذا بدك خليكي وإذا بدك روحي. بابا هيك قال، قال إنه ما عاد يتدخل. لا ما فيني روح هلا، ماني حابة أطلع من هون وهو زعلان مني. شكرا جودات، هالمرة كمان ما تركتني لحالي. شو عم بعمل علي يحيى بيك؟ ليش أنت حكيت لي عن همك وسمعت لك؟ من لما أجينا لهون وقعدنا ونحن ساكتين. مشكلتي أنا هي من الولاد ولا مني ماني عارفان. أنا لحد اليوم كنت عايش مشان ولادي، طول عمري عم اتعب واشقى وانحط بالصخر منشان يطلع ولادي مناح بين العالم وما يحتاجوا لحدا غيري. أهلا وسهلا حبيبتي روان. مرحبا مرت عمو. تفضلي. شو هاد؟ شو عم تعملي مرت عمو؟ ما كنت عارفانة انك جاي، خليني افتح الشباك. روح اقعدي هنيك بلا ما يضرك الدخان. عم بعطيك سيارة كاملة المواصفات، طلع كأنك بفندق. إذا حابب تعمل فيها دورة جربها. تفضل. وهي الطبون مثل الملعب كمان. يلا ابني يلا خلونا نروح بقى يلا. شو عم تقولي امي؟ عندي زبون هون ما فيني. صارت الساعة 7:30، يلا بقى يا ابني. بس ثواني، انت تفرج على السيارة من جوا وراح ارجع لك فوق. خذ راحتك.